الضاحية الجنوبية مجددا. لماذا لا تأتي المساعدة الدولية في وقتها؟ من أمامي ما تبقى من تلفزيون لاتين على الضحية. من أمام الضاحية الأبية تفاوض غير المباشر والتبادل. It is time for a new Middle East. It is time to say to those who do not want a different kind of Middle East that we will prevail, they will not. Thank you very much. بعد أن جاءت وغادرت لبنان من دون الإدلاء بأي تصريح، اختارت وزيرة الخارجية الأمريكية أن تعلن موقف بلادها المعروف أصلاً من الأحداث من تل أبيب، فظهر التناغم الإسرائيلي الأمريكي بشأن حل الأزمة. Israel is determined to carry on the fight against Hezbollah. We'll reach out for them. We'll stop them. على المقلب اللبناني بدا الانقسام السياسي واضحا قبيل المؤتمر، ففي حين كانت قوى الثامن من أدار ترفض فكرة نشر قوات دولية على طول الحدود، كانت قوى الرابع عشر من أدار تعتبر أن لبنان ليس في وضع يسمح له بإملاء شروطه. حيال أزمة بتكون مرتبطة بشكل أساسي بموازين القوى، بتكون مرتبطة بالمناخات والأجواء الإقليمية والدولية. كل هودي مش لصالحنا بالوقت الحاضر، لا موازين القوى المحلية ولا المناخات الإقليمية ولا الأجواء الدولية. الآن عم يحكى بقوات طوارئ مش كليب لعضلات. بيقولوا إنه هذه لازم تنحط مثلا بلبنان. طيب بسأل سؤال، ليش هو ما بنحطوش من الجانب الإسرائيلي؟ لأنه المطلوب مين؟ مين كان يخرق الخط الأزرق أكثر؟ عامل ضغط آخر كانت تداعياته قد بدأت تظهر، وهو نقص مواد التموين للباقين في قراهم والاحتكاكات التي كانت تحدث بين النازحين وسكان البلدات التي كانوا يقصدونها، وذلك بحكم التوتر السياسي والطائفي الذي دخل لبنان الحرب وهو يعاني منه أصلاً. من حق النازح من منطق الاحترام الرأي الآخر أياً كان النازح أن يرفع العلم إذا أراد، أو الصورة التي يريدها في المكان إقامته، إن في البيت أو في المدرسة. لا علاقة لنا ولا ندخل في سجال إذا كان هناك علم لحزب الله أو صورة لحسن نصر الله أو صورة لذوت رئيس نبيه بري أو غيره. هذا حق طبيعي. عسكرياً كان 25 من تموز واحداً من أعنف أيام القصف من البحر عبر البارجات التي ارتفع منسوب مشاركتها في العمليات، ومن الجو بواسطة الطائرات الحربية. وفي اليوم 14 للعدوان تجدد القصف على منطقة الضاحية الجنوبية والتي تلقت المزيد من ضربات العدو. هي الفكرة أنه ما كان في ناس، وأنا كانت الأساس اللي هدف أنه أنقله للناس. أنا بنت هاي المنطقة، كان هدف أنقلهم أنه اللي بيتسمى مربع أمني منه مربع أمني، هو مربع سكني فيه عالم، وأنه هاي المنطقة اللي عم تنقصف بهذا الشكل التدميري أساساً. نحن هلأ بهالنقطة في هيدي الشجرة الوراية هي الوحيدة اللي بقت من كل هيدي الزون، هيدي النقطة كلها بقي منها بس هيدي الشجرة، يعني اعتبروها الشجرة الصامدة بوقتها، بوقت انه كل المنطقه تدمرت. كان هدفي انا انقل صوره انه المربع الامني اللي بيتسمى هو سكاني، هو ناس، هو ما في هون لا صواريخ لحزب الله ولا منطقه امنيه بتنطلق منها لا صواريخ ولا غيرها، بس كان الاستهداف لبيئه حزب الله. وناس او حتى اطفال تركوا العابهم. وفيما كانت الوفود المشاركة في مؤتمر روما تبدأ بالوصول، وفي توقيت حساس ومحرج للإدارة الأمريكية التي كانت تلح على مطلب نشر قوات دولية على الحدود،
قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مركز لقوات الطوارئ موقعة 4 قتلى. I've just been informed of the death of the 4 UNIFIL officers. We're obviously very sorry about that. We're attempting to get information where we can to confirm the nature of the incident. It's obviously something that we take seriously, but at this point I really don't have any more information. حزب الله بدا في وضع عسكري جيد، فواصل تصديه لمحاولات التقدم البرية عند مثلث عيترون بنت جبيل مارون الراس، وبعد أن تحولت حيفا إلى هدف يومي له، أطل أمين عام الحزب متحدثاً عن الانتقال إلى مرحلة ما بعد حيفا. نحن كنا قد دخلنا في مرحلة حيفا، أنا أعلن أننا سندخل في مرحلة ما بعد حيفا، وبالتالي هناك مرحلة جديدة من المواجهة، من الصراع يفرضها العدو علينا كخيار لا بد منه. (تصفيق)